اهلا بكم من جديد حضرات الساده المشاهدين. توجه وزير الخارجيه سامح شكري الى العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا ويتراس وفد مصر في اجتماعات اللجان الوزاريه لقمه رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي والتي يتبعها الدوره العاديه رقم 34 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجيه يومي 7 و8 الجاري، على ان يليها الدوره العاديه رقم 32 لقمه رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي يومي 10 و11 من فبراير الحالي. أيضا كان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد صرح بأن القمة ذات أهمية خاصة حيث ستشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام 2019، واستعمل مصر خلال هذه الفترة مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلا عن التعاون مع شركاء الوطن. للوقوف على اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية ودور مصر في القارة السمراء ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك يا استاذ حسام وللساده المشاهدين. الله يخليك، مشرفنا دايما. ربنا يخليك، شرف لي. عايز ابتدي معاك من زياره وزير الخارجيه سامح شكري سياده الوزير، موجود دلوقتي هناك في اديس ابابا، وكلها اجتماعات بكل تاكيد اذا كانت في اللجان الوزاريه لقمه رؤساء الدول او الدوره العاديه 34، خطوه ورا خطوه عشان الدوره العاديه ال 32 لقمه رؤساء الدول اللي هتقام 10 و11 فبراير. نبتدي الاول بزياره الوزير سامح شكري. ايه الملفات اللي مطروحه في زيارته للتحضير لاستلام مصر لرئاسه الاتحاد الافريقي؟ بكل تاكيد الاتحاد الافريقي من المعروف وفقا لنص الماده السادسه من القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي الصادر في مدينه لومي في عام 2000 انه بيعقد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية قمة واحدة على الأقل سنويا. من الناحية العملية بيعقد الاتحاد الإفريقي قمتين في العام، بتعقد القمة الأولى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والقمة الثانية بتعقد منتصف العام، قد يكون شهر يونيو أو شهر يوليو من نفس العام، على أن تعرض أحد الدول الإفريقية مسألة استضافة هذه القمة. قطعا كما تفضلت في مقدمة الحديث بيسبق انعقاد هذه القمة العادية للاتحاد الافريقي على مستوى رؤساء دول الحكومات مجموعة من الاجتماعات التحضيرية المؤهلة لانعقاد هذه القمة والسابقة على انعقادها، ربما البداية دائما تكون مع اللجان الاجتماعات الخاصة باللجان الوزارية لأنها بتكون أحد الآليات التنسيقية والتشاورية فيما بين الوزراء الخارجية على مستوى الدول الإفريقية، بيكون هناك نوع من التنسيق والتشاور بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك. ربما يعني ملفات كثيرة جدا مطروحة، ولا سيما أنه هذه المرة مصر سوف تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام يعني منذ مطلع هذا العام يناير 2019 حتى يناير 2020. طبعا في هذا السياق لا يعني ينبغي أن نشير إلى أنه مصر هي ليست هي المرة الأولى من نوعها التي تولى فيها مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. سبق أن تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لدورتين سابقتين، كانت المرة الأولى في الفترة من عام 89 حتى عام 90 والفترة الثانية من عام 93 حتى عام 94. إذا ما عدنا مرة أخرى إلى هذه المباحثات فهي مباحثات ذات صلة مباشرة بالملفات التي سوف يعرج عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة أو في رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي أو في القمة الافتتاحية أو في كلمته الافتتاحية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. ربما كما ذكرت هناك العديد من الملفات أهمها ملف حفظ السلم والأمن الإقليميين في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مسألة التكامل والاندماج الاقتصادي على المستوى الإفريقي القاري، فضلا عن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ملف الإصلاح المؤسسي. مثل هذه المشاورات بتساعد في تقريب وجهات النظر وتقريب المساحات التشابه وتعزز من هذه المساحات وتقلل من مساحات الفجوة في وجهات النظر بين الوزراء بشكل سينعكس على اجتماع رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.
طيب ممكن حد غير متابع لآلية عمل الاتحاد الأفريقي يتساءل ليه في اجتماعين أو دورتين تسبق اجتماعات الرؤساء، رؤساء الدول ورؤساء الحكومات اللي هتقام يوم 10 و11؟ يعني احنا بنتكلم في الأول في قمة رؤساء الدول والحكومات للجان الوزارية، دي أول خطوة، بعديها الدورة العادية للمجلس التنفيذي، ثم يأتي القمة الأفريقية اللي احنا بنشوفها دايما ومعتدين عليها. ليه في خطوتين في الأول؟ لأن هناك يعني بكل تأكيد جانب إجرائي أو تنظيمي خاص بانعقاد قمم الاتحاد الإفريقي كما ذكرت وفقا لنص المادة السادسة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. يعني من المعتاد وفقا لهذا القانون أنه الاتحاد الإفريقي بيعقد في كل مرة هاتين القمتين، يعني بيعقد قمة على مستوى وزراء الخارجية، والمجلس التنفيذي هو بيعتبر الآلية الثانية بعد مؤتمر الاتحاد الإفريقي، بيضم وزراء الخارجية من مختلف الدول القارة الإفريقية. وبالتالي فالإجابة المباشرة على هذا التساؤل لها صلة بالجانب الإجرائي والتنظيمي وفقا ل يعني طب في الجانب الإجرائي في الانعقاد الأول للجان الوزارية بيكون في وزراء الخارجية، في الدورة العادية للمجلس التنفيذي بيحضروا أيضا وزراء الخارجية؟ صحيح بيحضروا أيضا. طيب الفرق ما بين الاثنين بقى، بما أن هنا وزراء ونفس وزير الخارجية بيحضر هنا ونفس وزير الخارجية بيحضر هنا، هل يعني الجانب المختلف في الإجراءات؟ قد يكون المجلس التنفيذي بيكون هناك تركيز بشكل مباشر على القرارات التي سوف يتم وضعها أمام رؤساء الدول والحكومات بشكل مباشر، لأن المجلس التنفيذي بيشكل آلية مباشرة بتناقش القضايا والملفات التي سوف تطرح في مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وبالتالي فهي تمهد لكافة القضايا التي سوف تكون محل نقاش ومحل اهتمام. وبالتالي حتى القمة عندما تعقد فبيرفع إليها تقارير مباشرة من الخارجية في المجلس التنفيذي. صحيح. فربما هو يعني جانب تنظيمي الهدف منه التيسير والتسهيل على صانع القرار على مستوى رؤساء الدول والحكومات لتناول هذه الملفات بشكل يعني بقدر كبير من السلاسة. عظيم. طيب بعيدا عن الواجهة الدولية بكون دولة ما هي رئيسة الاتحاد الأفريقي، ما المميز في رئاسة الاتحاد الأفريقي عن تكون دولة هي عضوة في الاتحاد ولها صوت في اتخاذ الإجراءات؟ بكل تأكيد رئاسة أي دولة لمنظمة بحجم الاتحاد الإفريقي تضم 55 دولة بتعكس حجم الثقل لهذه الدولة من منظور الأدوار والمساحات التفاعلية مع مختلف دول القارة الإفريقية. يعني رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي هي لم تأتي من فراغ، جاءت نتيجة لجهود بذلتها الدولة المصرية على مدار الأربعة أعوام الماضية منذ قيام ثورة 30 يونيو وتحديدا مع وصول الرئيس السيسي. في هذا الإطار هناك كثير من المؤشرات التي تؤيد عودة مصر بقوة إلى القارة الإفريقية، ربما ابتداء من عودة مصر لمشاركتها في أنشطة الاتحاد الإفريقي. الجميع يعلم أن هناك قرار قد صدر عقب قيام ثورة 30 يونيو بتجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي التي استمرت زهاء العام تقريبا، ولكن الدبلوماسية المصرية المكوكية سواء على مستوى الوزراء الخارجية أو السفراء المصريين في الخارج قاموا بتوضيح حقيقة الواقع الذي جرى في مصر في ذلك التوقيت، وبالتالي استعادت مصر مشاركتها في أنشطة الاتحاد الإفريقي. كانت البداية مع مشاركة الرئيس السيسي في قمة عقدت في غينيا الاستوائية في مالابو في يونيو عام 2014، والتي دشنت لواحدة من أهم الآليات التي تعرج عليها الدولة المصرية حيال تفاعلاتها مع دول القارة الإفريقية، والتي تعرف باسم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تتبع وزارة الخارجية بشكل مباشر ولديها ميزانية مالية مستقلة. وفي هذا الإطار أو وفقا لهذه آلية عمل هذه الوكالة أنها بتقدم المساعدات والدعم الفني لمختلف دول القارة الإفريقية. أيضا الدستور المصري الصادر في عام 2014 نص في المادة الأولى منه على أنه مصر دولة إفريقية أو جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية، وبالتالي وضعت هذه المادة الدائرة الإفريقية ضمن دوائر الاهتمام والحركة للدولة المصرية حيال المجال الخارجي بعد الدائرة العربية والدائرة الإسلامية. إذا ما قررنا هذا النص الدستوري بدستور عام 71 لم تكن إفريقيا حاضرة ضمن أبعاد الهوية المصرية الخارجية. أيضا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور بنفسه لقمم الاتحاد الإفريقي، والتي كما سبق الحديث في البداية أنها بتعقد مرتين في العام، لم يغب تقريبا الرئيس غير في ثلاث قمم لأسباب
تتعلق بظروف انعقاد وتوقيتات انعقاد هذه القمم. باستثناء ذلك كان الرئيس حاضرا بنفسه، هذا يؤكد على حرص القيادة المصرية على استعادة التواصل على المستوى الرئاسي مع دول القارة الإفريقية. أيضا الرئيس يعني في ملف الزيارات الرسمية للدول الإفريقية قام بزيارة بعض الدول لم يسبق لرؤساء مصريين أن قاموا بزيارتها منذ فترات زمنية طويلة. دعنا ندلل على ذلك أنه هناك زيارة كانت لتنزانيا لم يسبق للرئيس أن قام بزيارتها منذ عام 68، زيارة للجابون لم يسبق لرئيس مصري أن قام بزيارتها منذ عام 75. أيضا مؤشر آخر له علاقة باستضافة مصر للكثير من المنتديات والمحافل المعنية بالأوضاع في القارة الإفريقية. إذا ما تحدثنا عن المستوى الاقتصادي، فمصر استضافت قمة في عام 2015 لها علاقة بالتجمعات الاقتصادية الثلاث، كوميسا وصادق وجماعة شرق إفريقيا، والتي تم من خلالها التوقيع على إقامة منطقة التجارة الحرة بين هذه التجمعات الاقتصادية الثلاث، والتي ستمثل خطوة نحو إقامة المنطقة التجارة الحرة على المستوى القاري، والتي تم التوقيع عليها في مدينة كيجالي في مارس من العام 2018. بكل تأكيد أيضا مصر على المستوى العسكري والأمني استضافت اجتماع لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء في مدينة شرم الشيخ في عام 2016. هذا الاجتماع الذي يعني كان بمثابة آلية تشاورية لوضع تعاون أو أساس للتعاون المشترك فيما بين هذه الدول حيال مكافحة الإرهاب العابر للحدود في منطقة الساحل والصحراء. مؤخرا قاعدة محمد نجيب العسكرية استضافت التدريبات العسكرية لهذه الدول. أيضا مصر تستضيف بشأن مسألة مكافحة الإرهاب مركز البحوث والدراسات لمكافحة الإرهاب على المستوى الإفريقي، موجود مقره فيه أيضا في القاهرة. أيضا هناك الكثير من المؤشرات، استضافة مصر لمنتدى شباب العالم، واستضافة مصر مؤتمرات الاستثمار في القارة الإفريقية منذ عام 2016 والتي عقدت بشكل دوري حتى آخر مؤتمر عقد في ديسمبر من العام 2018. إذا مناط القول وفقا لهذه المؤشرات أن هذه الرئاسة لم تأتي من فراغ، بل أتت نتيجة لجهود مصرية حثيثة على مدار الأربع سنوات السابقة للعودة إلى القارة الإفريقية بقوة، ليس فقط على مستوى التصريحات والخطابات الرسمية للمسؤولين، ولكن على مستوى الممارسة والأفعال الملموسة التي يشعر الأفارقة بأنه مصر موجودة. لها دور الآن. لها دور أيضا يعني لا ينبغي أن يفوتنا في هذا الإطار التأكيد على أن مصر أيضا لديها عضوية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في الفترة من 2016 حتى عام 2019، والتي تزامنت في مرحلة أو في الجزء الأول منها مع عضوية في مجلس السلم أو مجلس الأمن الدولي خلال فترة من 2016 حتى عام 2017. إذن مؤشرات جيدة يعني جيدة وإيجابية بكل تأكيد لعودة مصر للقارة الإفريقية إن شاء الله. دكتور محمود زكريا، مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، نشكرك شكرا جزيلا، دايما مشرفنا ومنورنا. شكرا جزيلا حاج حسين. شكرا. إذن حضرات السادة المشاهدين، الآن نكون قد وصلنا لختام هذه المتابعة الإخبارية من استوديو الآن. شكرا جزيلا لكم ودمتم في أمان الله سالمين.